فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سب الصحابة رضوان الله عليهم يعد من الكفر الأكبر؟ إذا سبهم لأجل ما قاموا به ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين، هذا كفر أكبر. أما إذا سبهم لبغضه لهم بعض الشيء، أو أنه قلد أحدا في ذلك، فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. هذا بالنسبة للأفراد. أما الجماعة، جملة الصحابة، إذا سب جملة الصحابة هذا لا شك أنه كفر. سب جملة الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان والذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا، يسبهم، هذا كفر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.